الأخبار من الرأي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. لا تسري بعودة إخواننا وأبنائنا المتواجدين خارج البلاد، وحرصت كل الحرص على أن تكون عودتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. أمير البلاد يرحب بالعائدين من الخارج ويشدد على الالتزام بالحجر المؤسسي والمنزلي. همنا جاي لديرتنا ما نتعب. لا ما سكرت الديوانية، اتصلت فيها من العيال وسكرنا الديوانية. شيء طيب بالجية وبالروح وبالجبونة لي وصلتك هني. طلائع الإجلاء الكبير تصل البلاد، والرى يرصد فرحة الفوج الأول من المرحلة الأولى. تأكدت إصابة عدد 164 حالة. الصحة تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا وسابع حالة وفاة في البلاد. الغانم اعتزال الرومي العمل البرلماني سيترك فراغا كبيرا يصعب تعويضه. الجبري يعلن سحب 61 غسيمة زراعية غير مستغلة. وفي النشرة، المركزي يمدد تأجيل قروض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من كورونا. شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على ضرورة الالتزام من المواطنين العائدين من الخارج ضمن رحلات الإجلاء بتعليمات السلطات الصحية، خاصة بفترة الحجر المؤسسي والمنزلي، وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم. وخلال كلمة وجهها بمناسبة بدء عودة المواطنين العالقين في الخارج، دعا سمو أمير البلاد العائدين إلى ضرورة تحمل المسؤولية وفاء للوطن وتجنبا للمساءلة القانونية والإجراءات الجزائية، مشيدا بالمجهود المبذول من الأجهزة الحكومية والأهلية والكوادر الطبية والتطوعية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا وتجاوز تداعياته. فقد كنا طوال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة نعيش قلقا ولم يهدأ لنا بال، ونحن نتابع أوضاعهم. واتفقت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء على التسريع بعودة إخواننا وأبنائنا المتواجدين خارج البلاد، وحرصت كل الحرص على أن تكون عودتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. وفي ضوء ذلك أعدت الحكومة مشكورة وعبر جهات عديدة الخطط والبرامج اللازمة لذلك، واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات المطلوبة لعودتهم، آملين أن تتم عملية العودة بكل يسر وعلى الوجه المنشود. وها نحن اليوم نستقبل بحمد الله وتوفيقه الطلائع الأولى لعودة مواطنينا المتواجدين في خارج البلاد، والذين كانوا محل رعاية وعناية واهتمام الدولة في مختلف أماكن تواجدهم. أخواني وأبنائي وبناتي الأعزاء، ما زال وطننا العزيز والعالم يمر بأزمة صحية خطيرة
جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدي بحياتي وإصابة مئات الألوف. وكما تشهدون لقد سخرت الدولة منذ ظهور هذا الفيروس وقبل انتشار كافة جهودها، وعززت إجراءاتها الصحية والوقائية واتخذت مختلف التدابير اللازمة لمواجهته وفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية وبشكل متميز. حظى بإشادة دولية واسعة وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين. إخواني وبناتي وبناتي الأعزاء، إنني أشد بهذه المناسبة على إخواني وأبنائي العائدين وبكل الحزم والالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية الخاصة فترة الحجز الوسعي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره. وكل أمل بأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المسائل القانونية والإجراءات الجزائية. وإنه وبدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات لن يكتبوا لجهودنا التي نبذلها جميعا النجاح في احتواء هذا الوباء والسيطرة عليه، وستكون لا قدر الله الخسائر في الأرواح عالية وعواقبها على الوطن وخيمة. هذا واستقبلت الكويت اليوم طلائع المواطنين العائدين ضمن خطة الإجلاء في مرحلتها الأولى التي تستمر لثلاثة أيام وتستهدف تسيير 75 رحلة، وفيما يشمل جدول اليوم استقبال 28 رحلة تنقل 3990 مواطنا ومواطنة. وقد أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن الرحلات التي وصلت اليوم أنه تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة من القادمين إلى الحجر المؤسسي الإلزامي للاشتباه بأعراض مرض كورونا المستجد. وأضاف البيان أن 1187 مواطنا تم تحويلهم إلى الحجر المنزلي، فيما أوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله المطيري أن 4 حالات تم تحويلها لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى. وكانت الفترة الصباحية شهدت وصول 1233 مواطنا ومواطنة من عواصم خليجية مختلفة. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل خالد الفارس. انطلقت اليوم رحلات الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين الكويتيين قادمة من العواصم الخليجية، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث سيتم تشغيل 75 رحلة من أصل 16 وجهة على مدار 3 أيام عبر الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة. على قدم وساق وعلى مدار الساعة، وهذا واجبهم، فأتمنى إن شاء الله التوفيق والحمد لله على سلامة أهلنا، وإن شاء الله دائما الله يحفظ الكويت تحت القيادة الحكيمة سيدي صاحب السمو سيدي سمو ولي العهد وسيدي سمو رئيس الوزراء وأهل الكويت ومقيمين الطيبين في هذه الأرض الطيبة. الرأي كانت في استقبال المواطنين العائدين من الخارج، ورصدت الفرحة مرسومة على وجوههم. همنا جاي لديرتنا ما نتعب، الحمد لله والله يزينها لنا ولكم كل مسلم إن شاء الله. أي نعم، احجزنا فنادق والسيارات والتوصيل وكل شيء يعني. لا ما سكرت الديوانية، اتصلت فيها من العيال وسكرنا الديوانية.
قبل حنا دبي 3 الصبح سكرناها. لا مباشرة من دبي على طيران الجزيرة. السفارة هناك كانت وايد زينة معنا وسكنونا يعني فندق طول الوقت. شيء طيب شيء طيب بالجية وبالروح وبجبونا لي وصلتك هني مدللين والله مدللين. الحمد لله. والله مدللين. اي والله دللتونا حيل حيل مو شوي. وبالذات الطيب هذا الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك يا عم وجهك. ومع وجود 4 مراكز وضعت لفحص المواطنين العائدين تحت إشراف وزارة الصحة، يتم نقل العائدين إلى منطقة الفحص لأخذ الحرارة وفحص البي سي آر، بعد ذلك يتم العزل في خيمة خاصة حال ظهور أعراض الفيروس على المسافر، تمهيدا للنقل إلى الحجر المؤسسي، حيث تم بالفعل تحويل حالات إلى الحجر المؤسسي. وقامت وزارة الصحة بتفعيل تطبيق شلونك والسوار الإلكتروني من قبل الوزارة لجميع القادمين. إجراءات من أولها لآخرها الحمد لله جزاهم الله خير. يكون سكان كل كم ساعة يكون عليك لازم يكون ولازم يكون بيدك، إذا انشالت فيها محاسبة قضاء. الحمد لله خلصنا من الفحوصات وكل شيء والحمد لله الإجراءات والنظام وكل شيء الحمد لله مرتبة وممتاز عليه، وهذا يسموه بالإنجليزي مثل ما يقولون تراكر عليه جي بي اس وكل شيء البرنامج الابليكيشن شلونك إن شاء الله تمشي عليه. وجهزوا لنا جميع التسهيلات لسرعة وصولنا إلى المطار وكذلك الحرص على راحتنا في الفنادق ذات الدرجة الأولى في سلطنة عمان. خذوا منا مسحة وخذوا بياناتنا وفعلوا عندنا هذا وعطونا شريحة اللي هي علشان نكون هذا ووجهونا توجيهات وراح نتواصل وياهم وهم يتواصلون ويانا. أول شيء دخلونا بالباص وسوى نزلنا أب شلونك تأكدوا أن احنا نزلنا، وبعدين سووا لنا فحص السواب تست شوي كان مؤذي بس الحمد لله يعني وبعدين عقبها بس تنمنا جناطنا ووصلنا بالسلامة. ولضمان مزيد من إجراءات الوقاية من انتشار العدوى، فقد سلمت وزارة الصحة ملصقات منع الدخول للمنزل لغير قاطنيه إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك لإلصاقها على المنازل التي ستخضع للحجر الإجباري حسب المحافظات والعناوين التي سترد من وزارة الصحة بعد إجلاء المواطنين، علما بأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. خالد الفارس، الراي. في غضون ذلك أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قرارا باعتماد الآلية اللازمة لتطبيق الحجر المنزلي بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث شملت الآلية إرشادات للشخص المحجور ولذويه المخالطين مع تجديد الإجراءات الوقائية. وقد نص القرار بإلزام الأفراد المحجور عليهم باستخدام التطبيق الإلكتروني شلونك لمتابعة حالاتهم منزليا والتواصل معهم والإطمئنان على صحتهم والتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي حسب العنوان المدون بالتطبيق الإلكتروني. ووفقا للقرار فإنه سيتم وضع ملصق على منزل الفرد الخاضع للحجر، وذلك لمنع الزيارة المنزلية حرصا على صحة المجتمع والحد من انتشار الوباء. لنتابع التقرير التالي حول تطبيق شلونك. شلونك تطبيق إلزامي دشنته وزارة الصحة سيكون ملازما للأشخاص العائدين من الخارج والخاضعين للحجر المنزلي، وسيراقب الأشخاص المحجورين ومتابعة مواقعهم والأشخاص المخالطين لهم. التطبيق سيتيح للأشخاص المحجورين إدخال بياناتهم الحيوية والتواصل مع الفرق الطبية في الوزارة لدى ظهور أي أعراض عليهم، وما يميز التطبيق وجود خاصية التتبع ومراقبة تحركات الأشخاص. وفي حال كان الشخص خارج المنزل فإن التطبيق يتولى إرسال إخطار بذلك ومن ثم يتصل به الفريق الطبي فورا. هناك حقيقة غرفة تحكم رئيسية الكول سنتر يتم فيها التواصل مع الفرق الوقائية الموزعة في جميع المحافظات وجميع الفئات المستهدفة عبر هذا التطبيق. التطبيق الإلكتروني هو وسيلة من الوسائل المساعدة، والأهم من كل ذلك هو التعاون المشترك ومعرفة الأبعاد الصحية لهذا الوباء. يستهدف التطبيق كل أفراد المجتمع ويجب على كل شخص تحميله، فالتطبيق له خاصيتان رئيسيتان
واحدة تستهدف الخاضعين للحجر المنزلي والأخرى تستهدف عامة الناس. الخاصية الأولى لتطبيق شلونك تعني بمتابعة مدى التزام الناس تحت الحجر المنزلي والتأكد من وجودهم في المكان المخصص للحجر ومتابعتهم صحيا في حال ظهور أي عرض عليهم. أما الخاصية الثانية فهي مخصصة لعامة الناس وتكون عن طريق خاصية البلوتوث، وذلك عند تفعيل هذه الخاصية في أجهزة الهاتف، بحيث إذا وجدت أي حالة إصابة بفيروس كورونا يمكن العودة للتطبيق ومعرفة الأشخاص الذين خالطهم في الأيام السابقة. عقوبة كسر الشخص لقواعد الحجر المنزلي الإلزامية تشمل غرامة الحبس مدة 3 أشهر أو تغريمه 5000 دينار أو الغرامتين معا. أحمد العنزي، الرأي. وفي مستجدات انتشار عدوى فيروس كورونا، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجيل 164 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1915 حالة. وأوضح السند أن الحالات المخالطة بلغ عددها 158 حالة، إضافة إلى 6 حالات قيد التقصي الوبائي. ولفت السند إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 60 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام، وكان يعاني بعض الأمراض المزمنة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7 حالات. أما بالنسبة للإصابات الجديدة ففي 24 ساعة الماضية تأكدت إصابة عدد 164 حالة بمرض COVID-19 والذي يسببه فيروس كورونا SARS-CoV-2. بلغت الحالات المخالطة منها لحالات تأكدت إصابتها بالمرض عدد 158 حالة. 6 حالات لمواطنين كويتيين، و97 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و26 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و13 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و8 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، و2 حالات لمقيمين من الجنسية السورية، و1 حالة من الجنسية السعودية، و1 حالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، و1 حالة لمقيم من الجنسية السودانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلسطينية، وحالة لمقيم من الجنسية اللبنانية، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية. في شأن مختلف، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أعلان النائب عبد الله الرومي عدم نيته خوض الانتخابات المقبلة واعتزال العمل البرلماني يعني حرفيا ترك فراغ كبير يصعب تعويضه، خاصة ونحن نتحدث عن برلماني مخضرم وكبير وصاحب خبرة برلمانية متراكمة. وأضاف الغانم: عزائي الوحيد أبا محمد أنك تعتزل العمل البرلماني لا السياسي، فالساحة السياسية تحتاج إلى رجال مثلك نظيفي اليد، حكماء وخبراء يضعون مصلحة البلد دوما فوق كل اعتبار. وأضاف: أنا على المستوى الشخصي سأظل أحتاج إلى مشورتك أيها الأخ الكبير، ولا أستغني عن آرائك السديدة النافعة كما كنت أفعل دائما. أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد الجبري اعتماد لجنة القسائم الزراعية بسحب 61 حيازة غير مستغلة في المناطق الزراعية، لافتا إلى أن الهيئة ما زالت قائمة بعملها في رصد الحيازات غير المستغلة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات ضدها. قرر بنك الكويت المركزي تأجيل الاستحقاقات المترتبة على قروض الشركات والمؤسسات والأفراد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين لدى البنوك 6 أشهر بدون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً لقرار المركزي الجديد الذي يأتي ضمن حزمة إجراءات البنك المتخذة لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، سيتم تأجيل استحقاقات العملاء من مارس الماضي لغاية سبتمبر المقبل، ما يمثل تأجيلاً إضافياً للفترة التي أقرها المركزي في وقت سابق للمتضررين بثلاثة أشهر تنتهي في يونيو المقبل. لليوم الرابع على التوالي استقبلت وزارة الداخلية عددا كبيرا من أبناء الجالية الهندية المخالفين لقانون الإقامة للاستفادة من قرار مغادرة البلاد دون دفع غرامات مالية. وقد شهدت مراكز الاستقبال المخصصة من قبل وزارة الداخلية إقبالا كبيرا من المخالفين من الجنسية الهندية وسط إجراءات منظمة وميسرة لإنجاز وتخليص احتياجات سفرهم. أعلنت وزارة العدل أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع الأربعاء المقبل التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. وقالت الوزارة في بيان لها أن الاجتماع سيعقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين ومن يثبت رؤيته لهلال الشهر الفضيل إلى التواصل مع الهيئة. البورصة تستهل الأسبوع على ارتفاع، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. أغلقت بورصة الكويت عملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق العام من خلال تداول كمية أسهم بلغت 82 مليونا و700 ألف سهم بقيمة نقدية بلغت 20 مليونا و130 ألف دينار، تمت عبر 5576 صفقة. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 15 نقطة و19 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 87 نقطة و18 نقطة. لاعبو روما يتنازلون عن 4 أشهر من رواتبهم، التفاصيل في صفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. وافق لاعب فريق روما وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم لمدة 4 أشهر لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز أثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا. وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ 9 مارس الماضي، ولم يحدد موعدا حتى الآن لعودة نشاط البطولة من جديد. وقال نادي روما في بيان له أن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم على الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو، كما سيساهم اللاعبون في دفع بقيمة رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرامج الحكومية الخاصة بتأمين دفع نسبة مستحقاتهم. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.